الاجازات الصيفيه. النهارده بقى هنكمل درس انا واصحابي، برضو شايفين عنوان الدرس برضو انا واصحابي هنكمل. بس النهارده معانا شخصيه جديده وهو عمر. عمر تعالوا نشوف عمر بيقول ايه. انا عمر اقراوا معايا وقولوا معايا بس وانتوا قافلين المايك. اشتغلوا معايا وقولوا بس وانتوا قافلين المايك. انا عمر تدربت على نعم تاني من الأول. أنا عمر تدربت على ركوبي في نادي الصيد والفروسية في أوقات فراغي، فهي رياضة ممتعة ومفيدة. أنا عمر هقرأ تاني الأول، يلا ركزوا معايا قولوا بس وانتوا قافلين المايك. أنا عمر تدربت على ركوب الخيل في نادي الصيد والفروسية في أوقات فراغي، فهي رياضة ممتعة ومفيدة. تعالوا بقى ايه نقرأ، نشوف بنقرأ ازاي حرف حرف ومقطع مقطع، ونخلي بالنا من المدود. انا خدناها امبارح. انا عمر عمرو، العين عليها ضمة والميم مفتوحة. عمرو الراء مضمومة عليها ضمة. عمرو تدربت تا دا تا دا، شايفين الفتحات فوقها فتحات التاء والدال. تا دا تدرب رب، الباء عليها سكون مقطع ساكن. رب تو تدرب تو تدرب تو على خدناها امبارح. على ركوبي رو الراء عليها ضمه. ركوبي 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 الراء عليها ضمه والكاف ممدوده مد بالواو. كو رو كو بي الباء مكسوره عليها تحتها كسره. ركو بي الخيل الف واللام، اللام عليها سكون. الخيل اللام عليها سكون، يبقى نوع اللام هنا ايه؟ لام قمريه لام قمريه. الخيل هنا مقطع ساكن، الخاء والياء مقطع ساكن. خي لي الخي لي الخي لي في الفاء ممدودة مد بالياء. في نادي هنا مقطعين مد، خدناها امبارح برضو مقطعين مد المد بالالف. نا مد بالياء دي نادي الصيدي. لقيت الف ولام. طيب نوع اللام هنا ايه؟ لام شمسيه ولا تنطق. لام شمسيه ولا تنطق. الصا الصا شفتوا نطقت الالف والصاد على طول. الصا عشان اللام دي لام شمسيه لا تنطق. الصيدي الصيدي الصاد والياء هنا بعديها عليها سكون. الصي اسكن الياء. الصيدي الصيد. ليه ما قلت ان دي مد بالياء؟ اوكي اللي فاتح يقفل. هي عليها هنا سكون، لو مش عليها اي حركه يبقى اقول عليها مد واقول عليها صي، انما هنا ما اقولش صي. ليه؟ عشان الياء عليها سكون. الصي يبقى الياء هنا مش مد، الياء هنا حرف عادي حرف ساكن. الصي دي ده المكسوره. الصي دي و الفروسية. الألف واللام واللام عليها سكون يبقى لام قمرية وتنطق. الفو الفاء عليها ضمة. الفو رو الراء ممدودة مد بالواو. روسية سي سي مكسورة. الفروسية الفو روسية
في في أو قا تي أو قا تي أو الواو عليها سكون يبقى تنطق أو وقفت شوية عند الواو عشان عليها سكون أسكنها أو قا القاف عليها القاف بعدها إيه القاف بعدها مادة بالألف تنطق قا تي تاء مكسورة تي أو قا تي فراغي الفاء عليها فتحة فاء را الراء ممدودة مد بالألف را غي الغين ممدودة مد بالياء غي فراغي فراغي فهي فهي فاء الفاء مفتوحة فهي الهاء الهاء مكسورة هي فهي يا طيب ليه ما قلتش ان الياء دي مد عشان عليها حركة الياء المد مش عليها اي حركة المد ما بيكونش عليه اي حركة يا ولاد ما بيكونش عليه فتح ولا ضم ولا كسر ولا بيكون عليه اي حركة انما هنا الياء عليها حركة يبقى تنطق عادية حرف عادي يا فهي 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 ري الراء مكسورة ريا داتون ريا داتون ري الراء مكسورة والياء بعدها مد بالألف ريا دا دا مفتوحة دا مفتوحة دا رياضة تن التاء المربوطة ده هي ولاد عليها لو لاحظنا فوق هنلاقي الضمتين الضمتين دول اسمهم تنوين بالضم وان شاء الله تاخدوهم بس قدام شوية في الوحدة اللي بعد كده رياضة تن يبقى التاء المربوطة عليها ضمتين تن 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 رياضة تن رياضة تن مم الميم مضمومة والميم بعدها ساكنة مم أسكن الميم الساكنة أقف عندها شوية مم تي ع تن مم تي تاء مكسورة تي ع تن شايفين التاء المربوطة عليها ضمتين تن برضو زي رياضة ممتعة رياضة ممتعة رياضة ممتعة و و مو الميم عليها ضمة مو في مفيدة مفيدة مو في الفاء ممدودة مد بالياء في ليه قلت ان دي مد بالياء عشان مش عليها اي حركة مش فوقيها اي حركة مش فوقيها فتح ولا ضم ولا سكون ولا اي حاجة مفيدة التاء المربوطة برضو عليها تنوين بالضم الثلاث كلمات دول اخرهم تاء مربوطة عليهم تنوين بالضم رياضة ممتعة ومفيدة تاني يلا هقرأ تاني من الأول اقرأوا بس وانتوا قافلين المايك أنا عمر تدربت على ركوب الخيل في نادي الصيد والفروسية في أوقات فراغي فهي رياضة ممتعة ومفيدة طيب أنا عايزة دلوقتي أستخدم أدوات الاستفهام اللي فوق دي على الفقرة أحط أسئلة باستخدام أدوات الاستفهام على الفقرة شايفين التدريب اللي تحت هنا نحط السؤال والإجابة السؤال والإجابة يعني إحنا اللي هنجيب سؤال من عندنا على الفقرة وإحنا اللي هنجيب إجابته من عندنا برضو على الفقرة طيب تعالوا فكرتوا شوية بأدوات الاستفهام خدناهم ست أدوات استفهام ما وماذا لغير العاقل من للعاقل متى للزمان أين للمكان كيف للحال ولماذا تسأل عن السبب تعالوا نشوف أول أداة معانا من تعالوا نحط سؤال على عمر عايز أحط سؤال باستخدام من والإجابة هتكون عمر عشان عمر عاقل حلا يلا يا حلا قولي السؤال باستخدام أين أين إيه قولي السؤال كله أين تدرب عمر أين؟ برافو أين تدرب عمر أين تدرب عمر أوكي يا حلا أين تدرب عمر يبقى السؤال أين تدرب عمر الإجابة إيه في نادي كل اللي في المايك خلاص
طيب الأسئلة اهو، إن إحنا نحط السؤال ونحط الإجابة، أنا عاملاهم أهو. بقى السؤال الأول، من المتحدث في النص السابق؟ من المتحدث؟ الإجابة عمر. عمر عاقل سأل بمن. طيب السؤال رقم 2، أين تدرب عمر؟ الإجابة في نادي الصيد والفروسية. في نادي الصيد والفروسية كلمة تدل على مكان، سألت بأين؟ أين تدرب عمر؟ أين تدرب عمر؟ طب عندي كلمة في أوقات فراغي، هحط كمان سؤال. في أوقات فراغي كلمة تدل على إيه؟ متى تدرب عمر؟ متى؟ شطار، متى يتدرب عمر؟ في نادي متى تدرب عمر؟ متى تدرب عمر؟ شطار، برافو عليك. نادي الصيد تدرب في نادي الصيد. متى تدرب عمر؟ كان بيتدرب امتى يا ولاد؟ في اوقات فراغه. في اوقات فراغي. متى يتدرب عمر؟ طب تعالوا اشرح الدرس. اشرح الدرس وبعد كده هخليكم تقراوا. ركزوا معايا بس في المايك. بيقول لنا انا عمر، بيتكلم اهو اللي في الصوره وبيقول انا عمر، اسمه عمر. الشخصيه اللي كانت معانا امبارح كانت عبد الوهاب وكان بيتعلم السباحه. اما عمر بقى تدربت على ركوب الخيل. الرياضه بتاعت عمر كانت ركوب الخيل. ركوب الخيل دي يا اولاد رياضه زيها زي السباحه، زي كره القدم، كره السله. برضو في ناس عندها هواياتها، الهوايه المفضله عندها ركوب الخيل، انها تركب خيل، الخيل اللي هو الحصان. طيب ركوب الخيل او رياضه ركوب الخيل دي يا اولاد مش موجوده في كل النوادي، لها اماكن مخصصه زي ايه؟ زي نادي الصيد والفروسيه. نادي الصيد والفروسيه ده اسم نادي، اسمه نادي الصيد والفروسيه. هو عمر بيتدرب ركوب الخيل في نادي الصيد والفروسية، بيروح نادي الصيد والفروسية وبيتدرب على ركوب الخيل. طيب بيقول لنا كمان في أوقات فراغي بيمارسها. في أوقات فراغي، في أوقات فراغي يعني الوقت اللي هو فاضي فيه، أوقات فراغي يعني الوقت اللي هو بيكون فاضي فيه. فهي رياضة ممتعة ومفيدة. بيقول لنا إن هي رياضة ممتعة، يعني هو بيستمتع بها جدا وهو بيمارس رياضة ركوب الخيل، ومفيدة. مفيدة يعني نافعة، معنى كلمة مفيدة يعني نافعة، نافعة. خلاص، يبقى من المتحدث؟ الإجابة عمر. ماذا تدرب عمر؟ تدرب على ركوب الخيل. أين تدرب عمر على ركوب الخيل؟ الإجابة في نادي الفروسية. متى تدرب عمر؟ الإجابة في أوقات فراغه. في أوقات فراغه. متى؟ يبقى استخدمت من ومتى وأين وماذا. شفتوا استخدمت أدوات الاستفهام عشان أحط أسئلة على الدرس اللي قدامي. أنا دلوقتي خلصنا قرأنا وعرفنا إزاي نقرأ وطلعنا الأسئلة باستخدام أدوات الاستفهام. المطلوب دلوقتي أنا كل اللي عايز يقرأ يرفع إيده. لسه يا حبيبي دلوقتي القراءة، اللي عايز يقرأ. أنا مريم. مريم ارفعي ايدك وانا هشوفك رافع ايدك هقول لك اقرا. تدرب عمر. جوناثان قافل يا حبيبي المايك واقرا، واقرا وانت قافل، كلكم اقراوا بس وانتوا قافلين، بس اللي هنادي على اسمه هيفتح المايك. لسه مش جاي. حاضر هبعت الصوره دلوقتي بس اختار اسم. عبد الرحمن احمد، يلا يا عبد الرحمن اقرا يا حبيبي يلا. كلكم اقراوا يا اولاد، كلكم اقراوا بس وانتوا قافلين المايك. عبد الرحمن احمد، يلا يا عبد الرحمن اتفضل. مين يقفل الكاميرا؟ عمرو اقفل المايك يا عمرو. انا ناديت على عبد الرحمن، هو ايه فاتح وموجود ومش معانا ولا ايه؟ مش سامعني؟ رقية، يلا يا رقية. رقية يلا يا حبيبتي اقرأي. رقية يا ولاد محدش ما يردش. اوكي افتحوا وقولوا ان احنا موجودين وهساعدكم. يلا يا رقية يا حبيبتي اقرأي. انا
مش شايف. اوكي هبعت تاني. حاضر. انا عمر. ايوه يلا اتفضل. لا تلبس تدربته. ايوه على ركوب ب. ايوه الخيل. ايوه في نادي منطقتنا. لا 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 نادي الصيدي والفروسية. برافو كملي. في القادمين أوقاتي أوقاتي فراغي. رياضة رياضة ممتعة ومفيدة. برافو يا رقية شطورة. نختار اسم تاني. اقفلي بقى يا رقية. شكرا. عفوا. مازن مازن حسن يلا يا مازن. ايوه يلا يا حبيبي اقرا. انا عمر تدرب على ركوب. ايوه اخاي في نادي الصيد الفروسية. ايوه في اوقات فراغي فهي رياضة. ايوه ممتعة ومفيدة. برافو يا مازن شطور. محمد محمد عطية يلا يا محمد. محمد عطية محمد. مصطفى. لا يامن خلينا يامن. يلا يا يامن. يامن يامن يرد وردوا عليا. يامن افتح ورد عليا يا حبيبي. انا عمر تدربت. لا الجوري اقفلي الجور. خايف في نادي الصيد والفروسية في اوقاتي وفراغي فهي رياضة من ممتعة ومفيدة. برافو شطور. نختار كمان اسم. شاطر يا يامن برافو عليك يا حبيبي. أسيل أسيل إياد يلا يا أسيل. نعم يا تيتشر. يلا يا حبيبتي اقرأ. عمر دربت على ركوب الخيل. ركبت على ركوب الخيل الصيد والفروسية في أوقات فاضية. يا محمد أسيل. أوكي أسيل ثواني كده كده محطية. ليه يا حبيبي دخلت وأنا ناديت على اسمك من زمان وأنت ما ردتش دلوقتي؟ تيتشر ما عندناش كتاب. مش مهم. يلا يا أسيل كملي يا أسيل. في أوقاتي في أيوة. رجاء فراغي في رياضة
فهي فيها رياضة. أيوة ممتعة. ممتعة ومفيدة. برافو عليكي شطورة. بصوا يا ولاد بقى اسمعوني كده شوية، الدرس اللي قدامكم ده اقرأوه كتير، اقرأوه، اللي مش عارف يقرأ يقرأ كتير وهو هيعرف حرف حرف كده، والمدود دي خلي باله منها وهيعرف يقرأ وهيطلع لها كلمات صح. يبقى واجبكم النهارده قراءة الدرس والصفحة الأولى من الشيت، السؤال رقم واحد واثنين، الصفحة الأولى في الشيت السؤال رقم واحد واثنين، الواجب قراءة الدرس والصفحة الأولى في الشيت السؤال رقم واحد واثنين. امبارح خدنا السؤال ثلاثة وأربعة، لا النهارده بقى هناخد الجزء اللي فوق واحد واثنين. خلاص في حد عنده أي سؤال؟ أنا هبعت لكم الواجب على صفحة اللغة العربية هتدخلوا تلاقوها، اضغط على اللغة العربية هتدخلوا. ما اعرفش انت عندك. احنا عندنا اي بي اس. اوكي ماشي. استنوا بقى. تيتشر هي المدرسه السنه الجايه؟ ما اعرفش لسه والله، ما اعرفش. ان شاء الله خير. خلاص يا حلوين، في حد عنده اي سؤال على الدرس اللي خدناه؟ الواجب بتاعكم هتقراوا الدرس، الواجب هتقراوا الدرس وتحلوا السؤال رقم واحد واثنين في الشيت، الصفحه الاولى في الشيت، السؤال رقم واحد واثنين هقفل دلوقتي وهتدخلوا تلاقوه على اللغه العربيه، انا هبعته دلوقتي. واجب وم درس النهارده كان سهل تيتشر. نعم تيتشر. نعم مالك يا قلبي. تيتشر انا مش شايفه حاجه. خلاص خلصت لكم الواجب، رقم الواجب رقم الصفحه. احنا خلصنا؟ ايوه الحصه خلصت. احنا ما عندناش الكتاب الكبير. ماشي اللي مش معاه الكتاب الكبير مش مهم، بس انا بعته وقلت صوره الوحده الاولى. انا مش معايا. اوكي اللي مش معاه هو لسه ما استلمناش الكتاب، لسه ما استلمناش الكتاب، لما يجي ان شاء الله المدرسه هتبعت لكم وتيجوا تستلموه. خلاص الواجب بعته لكم دلوقتي على صفحه اللغه العربيه، هتدخلوا تلاقوا الصفحه الاولى رقم واحد واثنين. هاجر، هاجر ومصطفى قفلوا يا حبايبي الكاميرا، قفلوا الكاميرا. هاجر تيتشر. نعم هو انهي شيت فيهم؟ تيتشر شوفوا كام ورقه ولا ثلاثه؟ الثلاث ورقات الشيت اللي هو الثلاث ورقات، ال 16 ورقه دي المذكره. اوكي يا حلوين، في حد عنده اي سؤال على الحصه؟ اه لا. اوكي طيب يلا خلاص باي. هو ما تيتشر باي، مع السلامه. بس انت تيتشر هو درس بكره ايه عشان احضره؟ تيتشر باي تيتشر، عشان تحضر درس بكره يا طلال. مع السلامه يا تيتشر. هناخد اسماء الاشاره تاني يا طلال. اوكي باي. مع باي باي تيتشر. باي تيتشر. سلامة يا تيتشر. ازيك يا طلال؟ ليه ما بينفع البساط؟